اللي فوق. إن المستشفى الجزائري القطري الألماني المزمع افتتاحه في نهاية عام 2025 سوف يتميز بالحداثة والتطور، وسيضم 300 سرير و30 وحدة عناية مركزة و15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية، إضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ، حيث سيجمع بين الكفاءات الطبية عالية المستوى وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد.